بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم اخوكم موكا مصر من معرض غصن الزيتون لتجاره السيارات. النهارده بنتشرف ان احنا بنسلم عربيه سوزوكي فان حته من الممنوعات زي ما احنا متعودين لاخواتنا وحبايبنا اللي شرفونا ان نتعرف عليهم دلوقتي. اتعرف عليك يا سعاده الباشا. اخوك جعفر يا باشا من البستين. حبيبي يا عم جعفر احسن ناس. اول حاجه شرفتنا في معرض غصن الزيتون. الله يبارك جعفر. الله يبارك لك. انت عارف طريق المعرض عن طريق ايه؟ حد خد مننا عربيه ولا كنت تتابعنا على السوشيال ميديا ولا ايه الدنيا؟ لا يا باشا احنا متابعينكم على النت والسوشيال ميديا وده معرضنا اساسا. الله يبارك لك يا سعاده. تاني عربيه نيجي ناخدها او تالت عربيه تقريبا نيجي ناخدها. الله يبارك لك يا سعاده. وناس فوق الاحترام و 100 فل 14. الله يبارك لك. ايه رايك بقى في العروسه اللي انت واخدها دي؟ لا بسم الله ما شاء الله ومن وش بيت وما شاء الله يعني ربنا يكفي خيرها ويديك شرها ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله من وش خيرها ان شاء الله وشك وزي العسل. حبيبي يا سعاده الباشا ربنا ان شاء الله يدعمك منها ان شاء الله. نتعرف على اخونا اللي معانا برده. ابوك صابر يا باشا. حبيبي يا عم صابر. اول حاجه شرفناك مع غصن الزيتون. الله يبارك لك. حبيبي ايه رايك في المعامله وايه رايك في المكان؟ لا انا معامله 10 على 10 وناس اخر احترام وادب وكل حاجه بصراحه. الله يبارك. الناس بقى اللي هتتفرج عليك على النت تقول لهم ايه عن المعرض وعن الدنيا؟ معرض غصن الزيتون يعني بامانه يشرف يعني اي حد. سوزوكي من الاخر. سوزوكي اي حد عايز سوزوكي في مصر هو فعلا حته من الممنوعات. الله يبارك لك. بامانه حته من الممنوعات بجد. ربنا ان شاء الله يشوفك. الله يبارك لك يا باشا. بنشوفه في اي حته هو اللي بنيجي نلاقيه على ارض الواقع. حبيبي يا سعاده الباشا. انت دفعت فلوسك استلمت وانت واقف ولا حد اتاخر عليك في اي حاجه؟ لا لا كل الاجراءات مشيت تمام واستلمت وانا واقف. مفيش 10 دقايق على بعض. الله يبارك لك يا سعاده الباشا. حبيبي وفي نهايه اللقاء بنطلب من ربنا ان هو يديك خيرها ويكفيك شرها والف الف مبروك يا معلم. ماشي ماشي. ألف مبروك يا ريس. ماشي يا معلم.